بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين. كاين بعض الأمراض اللي ظهرت نتيجة التغذية الغريبة اللي تناكلو هو كثرة اللحوم، وكبان على أنه الناس ملي نعطيهم أسلوب معين في التغلب على أكل اللحوم كثير تلقينا رأسنا على أنه يمكننا نتغلبوا على نوع من الأمراض، وهذا هو اللي وجدنا في ما يسمى في المشاكل ديال المفاصل بالخصوص لا بولي ارتريت ولا لا بولي ارتريت من جهه او الارتروز بالخصوص. ولاحظنا انه الناس ملي تبداو تياخذوا لسعات النحل في الركبه او في المفاصل اليدين او الراس او في العمود الفقري، لسعات النحل تتنقي القناه الدمويه لتتسقي المفصل ومهتمة بالمفصل، وتنقدروا نجددوا عن طريق ما يسمى بالحجامة الدم اللي تدفق من جدا وجديد. كيف هذا الأسلوب؟ بداية الناس يحسوا على أنه كاين واحد الراحة ديال المفصل. والغريب في الأمر عندنا ناس اللي تبعوا معنا مئات، ممكن واحد 350 حتى 400 بخصوص في الارتروز في ديال الركبتين، لقينا على انه من بعد المده ديال 3 شهور الاولى والثانيه المفصل تبدا تيبني من جديد، حتى لانتيغلين اللي كاينه بين هاد البلاصه لا تتفموغال مع ليلياك من بعد 7 شهور السيده عندنا بسله بدينا الطبيب بدا تيشوف على هاد لانتيغلين هاد المفصل اللي كان لاصق اختروز ولا تيبني من جدا وجديد. القدره على اعاده بناء المفصل من بعد اختروز ممكن، ف بغيتكم تنتبهوا لهذا الشيء. النقطة المحورية شنو هي؟ هو أننا سنتعلموا العروق اللي تدفقوا واللي تيمشوا لهذا المفصل سنتعلموا أنه نقيهم ونجددوا تدفق الدم كل مرة عن طريق لسعات النحل، ممكن تنقيو والدم تعاود يتدفق من جديد وجديد عن طريق معدنوس مدقوق خضر والثوم مسلوق تنعجنوا تربطوا على المفصل، ذاك الالتهاب تيخف، الاكسجيناسيون تطلع من جديد وجديد، ولاحظنا على انه كانه تدفق الدم من جديد. اون اكسجيناسيون ديال الدوره الدمويه، اون ري اكسجيناسيون مره ثالثه ورابعه، وتنحسوا على انه ذاك الالتهاب اللي كاين تما بدا تيخف. الغريب في الامر هو المراحل الثلاث في علاج الارتروز اساسيه ضبطوا الالتهاب عن طريق الاسلوب اللي تكلمنا دابا، ثانيا نضبطوا ذاك المشكل ديال ذاك الليكيد سينوفيال اللي تيبدا تيظهر، وذاك الاعوجاجات ومشاكل اللي تيكون في المفصل. ثلاثه ملي تنضبطوا الالتهاب وتنضبطوا هذا المشكل الثاني تمكننا كمرحله ثالثه ممكن في 3 شهور الثالثه او 4 او 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 4 شهور الثالثه، بمعنى 3 شهور او 4 شهور حسب تعقيد تاع المشكل. بدينا تلاحظوا على انه ممكن نبني مفصل جديد، وهذا هو اللي لاحظنا. لذا حنا تنطلبوا دي راديو كل 3 شهور او كل 4 شهور، وتلقاو على انه ليفوليسيون في النمو في الاتجاه الصحيح ديال هذا تيتم. اذا فالماء والبصل والعسل محوري، فكل ما العسل كان راقي بحال الزكوم دغموس ممكن ناخذوا بقنو او ناخذوا زنتاس اللي ولا المغاربه تيعرفوا حاليا، هذا غالبا تيكون في بلبلان وفي النواحي ديال تازا والمناطق تما. لقينا كذلك عسل بحال الدغموس، العسل بحال العسل الشوك، ممكن نتكلموا على عسل ديال الى حصلت على كل نبته شوكيه تيكون تتكون في مناطق صخريه وتمكننا انه نهتموا بها اهتمام، تمكن نحصلوا على عسل جيد في هذا الاتجاه. هذا تناخذوا معلقه كبيره واخا ديال العسل مع كاس كبير تاع الماء مغلي وعصير البصل جوج معلقات كبار، تناخذوا 7 حتى 9 المرات في النهار، وتناكلوا الحوت خاصه تنحيدوا كل ما هو حيواني لانه تيدمر العروق تتعب العروق تيعي العروق تيخليش الدوره الدمويه بشكل صحيح، تتعب الكبد والبنكريا هادو عضوين اساسيين في هذا الاتجاه. هذا لقينا نتركزوا على السمك يكون طاجين بالثوم معدنوس بالطبع والمرجان، وركزوا على الحجامه والنحل الموضعيه
ثم ان كتابلازم عندنا ثم سلوخ ممكن الحلمي تربطوا على المكان ونشتغلوا على 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 ممغلي باش ننقي ونشتغلوا على الملبسه العسل باش باش نزيدوا نبنيوا المناعه والقنوات الدمويه وتزيد الزيتون على الريق. لقينا على انه الارتروس يمكن لا نتغلبوا عليها ليس فقط الارتروس حتى لا بولي ارتريت اللي هو التهاب ومرحله التهابيه حيث تكون متقدمه نظرا لانه كاين وراء مرضي اوتويمين. وهكذا لقينا راسنا على ان بعد الاسلوب الخفيف اللي بصنا ما بغيناش ندخلوا في التعقيدات ممكن نوعوا شويه بعد المواد ندخلوا بعد المواد ندخلوا بعد العصائر ندخلوا بعد الحيتيات بغينا نبسطوا باش نتوما يدخلوا كوزينتكم تلقى الامور موجوده. ديجا هذه المرحله اللي تعلمتي تربحوا بها بين 45 و 65% راكم فائزين. والتركيز مع المواظبه غادي تكون نتائج تمشي حتى 90% ديال النجاح. وتلاحظوا على انكم بهذا الاسلوب والتمرينات الاساسيه الاوليه غتكون ان شاء الله اسياد في العلاج. غتلقاو انه هاد الخبراء اللي عندكم في اي كونسيل اللي تيشرفوا عليكم وهاد الخبره وهاد التجربه ديال اكثر من 350 نجاح في الارتروز وعندنا اكثر من 100 نجاح في البولي ارتريز سبونديلو ارتريت ثم هاد لي ساركويدوز اللي تيسببوا مشاكل روماتيزميه على صعيد الجسم. بهذا الاسلوب الجميل المتميز غيكون نجاح المتميز وما يكون باس عند الجميع لا امراض مستعصيه مع الطبيعي. شكرا لك. الله يخليك دكتور. انا هاد الايام درت الحجامه وشدتني سخانه وعاود درت قريص النحل وكانت تنفخوا لي البلايص اللي درت فيهم قريص النحل وتياكلوني بزاف. علاش دكتور انا ما عرفتش شنو عندك بالضبط بدرة؟ عندي المفاصل كيضروني مفاصل بزاف عندي مفاصل وحيت تمشي عند الطبيب تيقول لي الاعصاب وتعطيني الدواء تيضرني في المعده وتيخرجوا لي وخارجين لي تعظيمات ما بين الكف ديالي الدية خارجين لي وحيت تمشي درت الصابون وداك الشيء قال لي الدكتور قال لي الطبيب راه الاعصاب هذوك ما تبقاش وتعطيني غير الدواء مسكينات وصافي. انا ما كيضرونيش ولكن مع الشقه ومع داك الشيء عاد تنتعب حيت كنتقعد نسالي الشغل. شحال عندك من عام؟ نعم بدرة شحال عندك من سنه؟ شحال العمر؟ عندي 44 سنه. 44 سنه. الو شوف الاخت الله يجازيك بخير، اول شيء ولف تاخذ زيت الزيتون على الريق لكن حتى عندك التهابات وهذه الالتهابات الطبيب كيخصو يصرح لك بها. اذا العصب بوحده راه ما كافيش يدير داك الشيء. اذا فهاد الالتهابات خصنا نضبطوها. زيت الزيتون على الريق 3 معلقات كبارين ساعتين قبل الافطار ضروري والزامي لمده 3 سنوات متبعه. مزيان. اذا هذا اساسيه. الاساسيه الثانيه تتغلي كاس الماء ودير في عصير البصل تقريبا 3 معلقات كبارين. عندك العسل زيدو. ما عندكش العسل شوف حبوب اللقاح معلقه كبيره. ما كاش حبوب اللقاح دير لي شو ديال خل التفاح 7 المرات في النهار. اذا كاس مع داك 7 وكاس اخر 10 وكاس مع 4 العشيه 6 8 و10 الليل. اذا 7 المرات وتاكل الحوت والخضار بزاف ما طيبينش. هذا الاسلوب غنضبطوا به الالتهاب. فالناس اللي عندهم هذا النوع من الالتهابات نسميهم لي بولي ارتريت روماتويد نسميهم الناس اللي عندهم لي سبونديلو ارتريت لا اس بي ا اللي عندهم الله يحفظ اللوبوس في 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 خطوات متقدمه كاين اللي عنده البسورياسيس ريمات في في روماتيزم ديال البسورياسيس اللي تطور الى انه بدات المفاصل تيتالموا. اذا كلهم هذا الاسلوب هذا متميز ولا ساعات عادي انه ينتفخوا لك حيت المناعه خدامه والمناعه في هذه الحاله ضعيفه بمعنى هي كاينه سيدي شتي مرضي اوتو ايمين فغالبا المناعه ديالك تتشتغل. عندنا مرحلتين عقلوا وهذا نداء تنادي حتى الاختصاصيين تنقول لهم ديما في لي مالادي اوتو ايمين عندنا مستوى اول هو نحاربوا لو ديسفونكسيونمون تاع المناعه باش المناعه ديالنا تضرب فقط الخطا ماشي تضرب الصح. اذا نخرجوا من لوتو ايمين من لا مالادي اوتو ايمين. اذا خصنا نحاربوا لو ديسفونكسيونمون كمرحله اوليه بو ستابيليزي الحاله وثانيا عاد تنبداو نحسنوا من المناعه بشكل صحيح ثم خص عاد نعالجوا الاخطاء اللي هو ذاك الاعوجاج في المفاصل واعوجاجات في كثير من الاعضاء ديالنا اللي سبت مشاكل. وهكذا تيمكننا بشكل عادي متميز علمي مضبوط ومرحلي ما نزربوش حتى اننا نضبطوا. اذا بهذا الاسلوب ان شاء الله غنخدموا. اما النحل باش ينفخك ممكن يسبب لك شويه العياءات عادي وكذلك الحجامه ممكن تسبب لك عياءات في 3 ايام الاولى ممكن الاسبوع الاول غير واصل العلاج ديالك واصل التغذيه اللي عطيتك وان شاء الله نسمعوك من بعد 5 اسابيع تكون بديتي ترتاح ونتمنى انك انت لا تسلخ الحولي.
نعم. بالصحة والراحة. طيب بالنسبة للمسألة اللي ذكرت على السخانة اللي كتطلع عليها ملي كتكون عندها ملي كدير الحجامة وش هاد الحالة شنو كتعني؟ يعني أنه المناعة خدامة وكثير من الحالات الناس ما تينتابعوش مع الأسف. حنا ملي تنديرو حجامة المناعة تترتفع فالحاجة الضعيفة تتبان. كذلك المرأة ملي تتكون حاملة تبان عندها مرض السكري أو تتبان ليبيغتونسيون أو تتبان عياءات معينة، دليل على أنه هذه من الأخطاء اللي كاينة خصنا نسجلوها أثناء الحمل ومن بعد الحمل دو نعالجو، ماشي قولوا صافي هربت منه، هذا أخطاء. إذا فهذه كلها خصنا انتباهات نسجلوها ونحاولوا نتعاملوا معها ونعالجوها باش ما نطيحوش في الخطأ وما نساوهاش لأن الجسم ما تنساش. حتى الانتفاخ ما عندوش ما فيش مشكل ديال لا الحل. هو انتفاخ مشكل ولكن العلاج تاع المناعة هو اللي غادي يعالجو. يعني هذه مظاهر المرض لا ديال 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 النحل يعني الانتفاخ اللي كيكون لا تشعل كاين المرض عنده مرض اوتو يمين عنده انغيماتيزم على كل يعني عنده ردود فعل ديال الجسم عاديه نتيجه المرض والجسم تيبني المناعه من جديد.